فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم ل 228 الف حالة. افادت فضائية اكسترا نيوز في خبر عاجل بارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في العالم ل 228 الف حالة. وكشفت الصين عن استعدادها تقديم المساعدة لبلجيكا واندونيسيا للتعاطي مع الصعوبات التي تواجههم في مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في تصريح مؤخرا أن الصين مستعدة لمشاركة خبرتها في الوقاية من مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والسيطرة عليه مع الدول الأوروبية، ودعم التعاون في البحث والتطوير المشتركين بشأن اللقاح ومجالات أخرى. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.